بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم هو الثلاثاء 24 آذار من عام 2020 ميلادي. سنأخذ اليوم التربية الإسلامية دين. سنبدأ بدرس آل ياسر رضي الله عنهم، ولكن قبل هذا نريد أن نراجع قليلا الدرس السابق وهو آداب السفر. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يسافر؟ وما هي آداب السفر؟ وما هو دعاء السفر؟ حسنا، الأسباب كثيرة هي التي تجعل الإنسان يسافر بعيدا عن أهله ووطنه، وسبق أن قلنا هذه الأشياء، ولكن الآن في المراجعة سأعيدها مرة أخرى. ممكن أن يكون السفر بغرض العمل أو بغرض التعلم، أو السفر من أجل علاج مثلا، أو السفر من أجل زيارة الأقارب، أو أيضا من أجل التسلية والاستمتاع. السؤال الثاني كان للسفر آداب. نعم، للسفر آداب، ومنها أن تنوي سفرك إرضاء لله تعالى، وأيضا تودع أهلك وأصدقائك، وأيضا تردد دعاء السفر عند الركوب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم بتعليمات السفر، وأن يعامل الآخرين بلطف واحترام، وأن يساعد المحتاج منهم. حسن، دعاء السفر سبق وأن قلنا دعاء السفر، الآن ردد معي دعاء السفر مرة أخرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انتهينا من مراجعة الدرس السابق آداب السفر. الآن ندخل في درسنا الجديد آل ياسر رضي الله عنه. حسنا، الآن سأطرح بعض الأسئلة وأخذ منكم الإجابة. حسنا، أستمع إلى الإجابة. من أول من أسلم من الرجال؟ تتذكرون؟ من أول من أسلم من النساء؟ من أول من أسلم من الصبيان؟ الدعوة في أولها كانت جهرية أم سرية؟ أستمع إلى جميع الإجابات من جميع الطلبة. حسنا، هل تعرفون أحدا آخر أسلم في بداية الدعوة الإسلامية؟ أخذ جميع الإجابات. أحسنتم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب. حسناً حسناً، هل تعرفون أحداً آخر أسلم في بداية الدعوة الإسلامية؟ نعم، هناك شخص أيضاً اسمه عمار، هل تعرفون قصته؟ لنبدأ بقصة إسلام عمار رضي الله عنه. أسلم عمار رضي الله عنه في بداية الدعوة الإسلامية، وكانت بداية الدعوة الإسلامية سرية، لم تكن معلنة للجميع الناس. كانوا يتدارسون في دار تسمى دار الأرقم ابن الأرقم، فدعا عمار والديه إلى الإسلام. طبعا والدته كان اسمها سمية وأبوه ياسر. عندما دعاهم عمار إلى الإسلام أسلم. هل بقي إسلامهم سرا؟ لا طبعا، عندما علم كفار قريش بإسلام آل ياسر رضي الله عنهم أخرجوهم إلى الصحراء وهذبوهم وجلدوهم بالسياط وحرموهم من الطعام والشراب. انظروا. حسنا، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما كانت ردة فعله بما فعله الكفار بآل ياسر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمر بهم وهم في الصحراء يثبتهم ويبشرهم بأن لهم الجنة، ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. حسنا، كيف اشتد أذى قريش لهذه الأسرة، أسرة آل ياسر. أول شيء، أبو جهل طعن سمية أمام زوجها وابنها وتركها حتى استشهدت، وكانت أول شهيدة في الإسلام. إذن أول شهيدة في الإسلام هي سمية، ثم بعدها استشهد زوجها وهو تحت التعذيب من
كتر العذاب الذي عذبوه. حسنا عزيزي الطالب، الآن افتح صفحة 37 لنحل الأسئلة سويا مع بعضنا البعض. السؤال الأول، اكتب أسماء أسرة آل ياسر رضي الله عنهم. أسرتهم ياسر، سمية وابنهم عمار. ياسر وسمية وعمار. حسنا، من الذي دعا سمية رضي الله عنه وزوجها ياسرا إلى الإسلام؟ مين؟ طبعا ابنهم عمار رضي الله عنه هو الذي دعا والديه إلى الإسلام. الآن السؤال الثالث، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1، اسم الشخص الذي قتل سمية رضي الله عنها هو أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف. طبعا أبو جهل. بشر الرسول الياسر رضي الله عنهم به النجاة من العذاب، النصر على الأعداء، جيم الفوز بالجنة. هذه هي الإجابات. إجابة السؤال الأول، أبو جهل هو الذي قتل سمية رضي الله عنها، والرسول بشر الياسر بالجنة. شكرا لك عزيزي الطالب للاستماع.